للحديث عن التطورات في المعارك بأوكرانيا لا سيما في جبهة باخموت معنا من اسطنبول الخبير العسكري والأمني العميد عبد الله الأسعد. سيادة العميد، بداية مرحبا بك. هيئة الأركان الأوكرانية تؤكد تصدي قواتها لأكثر من 100 هجوم روسي خلال يوم واحد على جبهة باخموت وجبهات أخرى، كيف تقيم وضع القوات الأوكرانية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا هو الوضع في باخموت هو عبارة عن حرب استنزاف، يعني وأقيم الوضع بهذه الهجمات التي شنها الروس، بأن الجيش الروسي الذي استنجد بفانر طبعا هو يفشل كثير من الهجمات، يعني ليس كما فعل الجيش الأوكراني. الجيش الأوكراني كل الهجمات التي قام بها هجوم معاكس استولى فيها على أراضي واستعاد أراضي. هي الآن طبعا يعني هذه المعركة الآن الموجودة على أبواب وعلى محيط باخموت هي معركة تثبت بأنه لا يوجد هجوم في الربيع، ولا تستطيع القوات الروسية التي انكسرت على أبواب باخموت أن تقوم بهجوم معاكس أو غير ذلك. وإن القوات المتواجدة في باخموت التي هي شركة فاغنر هي الآن عبارة عن يعني مقاتلين أثبتوا فشلهم جدا، طبعا هم من المساجين ومن اللصوص ومن الحرامية ومن المافيات الذين تم الزج بهم يعني للتخلص منهم في هذه المعركة. إذا نجحت خيرا، وإذا لم تنجح فيتم التخلص منهم بالكامل وليسوا من الجنود الروس. عطفا على ذلك، الجنود الروس لم يستطيعوا نهائيا أن يحققوا أي شيء في معارك قبل باخموت وغيرها. الآن هؤلاء يعني هجومهم عبارة عن هجوم غير منسق وغير منظم، على الرغم من أنه في بعض الأحيان تجد أن يعني قبل باخموت سوليدار تقدموا بشكل غير مدروس، حاصروا باخموت من ثلاث جهات، إلا أنهم ليس لديهم خطة لاحقة من أجل تطوير الهجوم وفتح خرق أو فتح جيب أو فتح جبهة في عمق الدفاعات الأوكرانية. هذا يعني يدل على أن الدفاع الأوكراني محصن ومعزز ومحصن مسبقا بتحصينات قوية جدا، تستطيع بكل ما أوتيت من قوة بأن تصد هذا الهجوم. وهذه الهجمات ليس هجوم كما تفضلتم وذكرتم في تقريركم أكثر من 100 هجمة، نعم هي أكثر من 100 هجمة. هذه الهجمات طبعا ليس فقط أنها تفشل، الآن هناك أعداد كبيرة جدا على من القتلى على أبواب باخموت وعلى محيط باخموت. إذا نحن بعد تقريبا يعني بعد تقريبا فترة من الزمن عندما لم تعد هناك قدرة قتالية للعناصر عناصر المهاجمة من فاغنر وغيرها، سيكون هناك طبعا دعم كبير من الأمريكان ومن الناتو ومن الغرب، لأن كل الجنود الأمريكان يدربون الآن برا وبحرا وجوا على اعتاد سيدخل قريبا إلى المعركة. إذا نحن أمام انكسار روسيا. يعني أنا من وجهة نظري كعسكري ومن وجهة نظري كيعني كعمليات هجومية استراتيجية لن تكون ناجحة نهائيا في المستقبل، وسيتم إلحاق الهزيمة في هؤلاء المرتزقة الذين طبعا بين الحين والآخر طبعا يشتكون، يشتكي يفيغيني بريفوجين من رئاسة الأركان الروسية، يشتكي من وزير الدفاع بأنهم يعني يقصرون في دعمه بالذخيرة طبعا، وهذا يؤثر على جنوده. طبعا في الواقع الأمور فيها تناقض بين عدم قدرة هؤلاء العناصر على خوض معارك طويلة، على الخوض في معارك خاصة، لأن هناك في باخموت هناك هجوم ليس طبيعي. في باخموت لطالما يعني تعلن دائما القوات الروسية أو روسيا تعلن دائما السيطرة على هذه المدينة، إلا أنها لم تستطع أن تسيطر عليها، و يعني تتفاجأ بصمود القوات الأوكرانية رغم يعني عدة معلومات من هنا وهناك عن نقص في الذخائر. ربما ستأتي الإمدادات إلى القوات الأوكرانية من الناتو لإكمال هذا العجز، ولكن السؤال هنا يعني عندما يقوم الرئيس بوتين بزيارة القرم أو شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها، ما هي رمزية ذلك من وجهة نظرك خلال أو يعني ونحن نشهد هذه المرحلة؟ طبعا
طبعا يعني يعني بوتين الان هو يريد ان يرفع الروح المعنويه للشعب، للحاضنه المدنيه، للشعب الروسي، ومن ثم لجيشه طبعا الذي تم استبداله بشركات امنيه خاصه كفاغنر. طبعا هي يعني هذه البروتوكولات العسكريه اثناء الحروب، اثناء الحرب يتم تذكير العسكريين بامجادهم السابقه من اجل ان يندفعوا باتجاه المستقبل. بوتين الان غير قادر على حث وتحريض المقاتلين الموجودين لديه، لانه طبعا يعني نحن الان يعني قطعنا السنه في موضوع الحرب، وطبعا سجلت كثير من الهزائم للجيش الروسي. طيب. هذه الرمزيه فاشله، لماذا فاشله؟ لان روسيا منذ بدايه الحرب على اوكرانيا، الغزو على اوكرانيا بالاحرى، قام بدعايه، وجه هذه الدعايه باتجاه الروس، باتجاه الدول العربيه، باتجاه الحلفاء الذين كانوا يعني يعطونه زخما كبيرا جدا، لان بعض الاشخاص طبعا يعني انا اعتبر ان هناك يعني من خلال يعني احتكاكنا مع المحللين والندوات التي تقام، وخاصه الان بذكرى السنويه الاولى لغزو روسيا لاوكرانيا، نجد هناك بعض الاشخاص يعني يميلون الى روسيا. بماذا؟ بان هؤلاء يعني كانوا سابقا من الاتحاد السوفيتي، وهناك من يتكلم بالروسيه. جميل جدا، العرب كانوا سابقا في اسبانيا بالاندلس، طبعا هل نعيد يحق لهم مثلا ان يعودوا الى اسبانيا؟ هناك تحالفات واصطفافات دوليه طبعا تجبر الكثيرين ربما على اتخاذ مواقف معينه، ولكن استاذ عبد الله بالعوده الى جبهه باخموت، لماذا تلجا من وجهه نظرك القوات الروسيه الى استخدام المسيرات الايرانيه؟ ما هي المكاسب الاستراتيجيه التي حققتها من المسيرات الايرانيه؟ ام ان هذا يشير الى نقص واضح في القوه الروسيه بحيث تعتمد على ايران التي هي من الناحيه العسكريه يعني اقل بكثير من روسيا؟ يعني هذا بحث طويل في الواقع، يحتاج الى طبعا يعني ساعات التحليل، لكن انا ساختصر لك الموضوع بما كان يجري على الاراضي السوريه، لان هذا له ارتباط بالاراضي السوريه. كانت هناك مصانع ومعامل طبعا للطائرات المسيره والميمدال والصواريخ القصيره والمتوسطه المدى. الان بعد ان جرت المعركه ووجد لدى او قامت الطائرات المسيره التي يعني يستخدمها الاوكران بقصف يعني ارتال كثيره جدا، سواء على محاور التهرب او على الجبهات. روسيا ليس لديها اي تطوير في الابحاث الحربيه والعسكريه سوى هذه المصانع التي اقامتها في سوريا مشتركه بينها وبين ايران والصين وكوريا الشماليه. الان تريد ان تاخذ يعني مسيرات لكي تضاهي المسيرات الاوكرانيه، طبعا هي بيرقدار التي طبعا كانت استوردتها اوكرانيا من تركيا، ويعني اثبتت جدارتها. ارادت يعني روسيا ان يعني ترفع روح معنويات جيشها وتستخدم شاهد 136، فاخذتها في اليوم الواحد حوالي 17 طائره مسيره خلال 4 ساعات تم اسقاطها من قبل الدفاعات الاوكرانيه. يعني لا يوجد، لو كان لدى روسيا والاتحاد السوفيتي، ونحن نعلم الاتحاد السوفيتي ليس لديه صناعات عسكريه تقنية. نعم هو لديه مصانع عسكرية ولديه مدفعية ولديه رادمات ولديه صواريخ سكود، وكل هذه الأسلحة طبعا لن تستطيع أن تضاهي الصناعة الغربية، لأن أوكرانيا الآن تدعم من الغرب. الحرب الإلكترونية فشلت وتم تدمير قطعة بحرية يعني ضخمة جدا وكبيرة، موسكافة في عرض البحر، طائرات سيخوي أسقطت من الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقوات البريه لم تستطيع ان تحقق اهدافها كما هو الان في باخموت، لان الدعم الجوي ايضا ضعيف. يعني اصبح لدى الروس يعني استنجاد باقل درجات، اقل من شاهد 136. استنجدت روسيا بالصين من اجل امداد جيشها بالمواد الغذائيه، يعني بالامداد الاداري، لان القوات لم تستطيع أن تعمل طيلة أيام المعركة بشكل منسق وتدعم القوات بالتأمين الطبي، التأمين الفني، التأمين الناري، التأمين اللوجستي،
بالتسليح، وكل هذه الأمور فشلت. فلذلك يعني تريد هي أن تصنع شيء جديد بالمعركة لكي يغير فارقا في التوازن العسكري الميداني على الأرض. من إسطنبول الخبير العسكري والأمني العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.